إلى ذلك أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن إدانته لإدانة المجلس لإقرار الكنيسة الإسرائيلية يوم أمس قانون الدولة القومية للشعب اليهودية. وقال الأمين العام إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيسة الإسرائيلي هو قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني. وشدد الأمين العام على أن هذا القانون يعد خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ودعا الدكتور عبد اللطيف الزياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري.